صباح واهلا بيكم في حلقه جديده من صباح فيفا، السلسله اللي بنلعب فيها فيفا التيمت تيم 19 بمنتخب العرب. حلقه النهارده برعايه اي اي سبورت، وده معناه ان في مسابقه جديده وهيكون فيها على اساسها جائزه جديده. وبصراحه مسابقه النهارده مختلفه شويه وصايعه. اي اي سبورت سالونا مين اللعيب اللي على وشك الاعتزال خلاص، وانت عارف انه هيحشك قوي اول ما يبطل كوره. كل واحد طبعا هيكون عنده اجابه مختلفه، بس انا بصراحه اللاعب اللي انا شخصيا هيوحشني قوي بعد ما يعتزل، لانه هو في مجده كان بيمتعني ومتعني فعلا كتير قوي، وفي رايي هو افضل حارس مرمى في تاريخ كره القدم. فاكيد يعني انا بتكلم عن جيان لويجي بوفون. ده اختياري انا، بس الاهم اختيارك انت اللي لازم تسيبه على هاشتاج مسابقه ايه وفرسان 19. بس طبعا قبل كل ده لازم تدخل على الموقع footunited.com وتكون عامل اشتراك وحساب ومسجل نفسك، دي حاجه ثابته. وفي الاخر اي سبورتس هيختاروا فائز، والفائز ده هياخد اللاعب المفضل بتاعه في نسخه الفلاش باكس اللي هيعملوها لاساطير قربت تعتزل، وهينزلوا لهم كروت على التيمت تيم بطاقتهم وهم في افضل مستوياتهم. وزي ما قلت، لو كسبت بطاقه اللاعب ده هتتباع بعت لك انت عشان تلعب بيه في الفيفا التيمت تيم وفي فرقتك، بغض النظر بقى انت عايش فين. طبعا بما اني واحد من كباتن فريق الفرسان، فهيكون ليا يد في اختيار الفائز ما بينكم يعني من تويتر او من انستغرام. وخلي بالك ان المسابقه هتبدا يوم 6 مارس وتنتهي يوم 7 ابريل. بالتوفيق للجميع، ويلا بينا نبدا الحلقه. انا قررت اني ارجع على فيفا تاني بعد ما كنت قافش عليها. زي ما انا جات لي فتره كده قفشت على فيفا فبطلت العب، بطلت العب بلاي ستيشن خالص بقالي اسبوع، ورجعت تاني لمنتخب العرب لان لازم بصراحه نرجع منتخب العرب. وبالتالي بس خلاص كده كل عندي. مساء الخير حسن. اهلا شيء. شكرا شكرا. كيك كمان. كيك. اهلا وسهلا. اتفضل. امور بقى حاجه تمام. اتفضل حضرتك. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. ده اول مره افتح فيها التيمت تيم من شويتين، 3 4 5 6 7. في كذا لاعب ظهر خلاص. لا مش هلعب درافت، انا النهارده هلعب الديفيجن رايفلز خلاص عشان نجهز للباكات اللي هتيجي يوم الخميس. والويكند ده انا هلعب الويكند ليج منتخب العرب، وان شاء الله هنزل عليه حلقه او ستريم. ده 100% خلاص، ده قرار اتاخد. قرارات كلها النهارده قرارات. بس اول حاجه هي ان احنا نفتح طبعا الباكس اللي طلعت قبل كده. بدايه طبعا ما طلعش حد. تعالى يا عم ديونج اللي بعده. كنت خدت التاني طبعا ريتنج اعلى. انه باكسن تاني ما شاء الله. الله بس مش هاخده، هاخد برنت. قول لي ليه؟ عشان بيطلع لي مرتين وانا اللي يطلع لي مرتين، يعني احب اثبت ان انا اللي بمشي كلامي هنا مش اللعبه اللي بتمشي كلام عليا. خلي بالكم اللحظه دي عشان دي لحظه حاسمه. ريوردز افيلبل، خد التريدبل. احنا حافظين بقى، حافظين خلاص. المهم ده التشكيل الاخير بقى اللي وصلت له بعد ما اشتريت تريزيجيه. يبقى دلوقتي يلا نروح نشتري، نعمل شويه بقى لمبيكا في المنتخب العرب. اول واحد وهو يونس بل. يونس بلين ده ان فورم، نحب نقول لك اهلا بك في منتخب العرب. اهلا بك يونس بلين. اهلا بك. اهلا بك حبيبي. اتفضل جيب زيش. بقول لكم ايه، ما تيجوا نفتح الاول الباكس قبل ما نجيب، لان احنا في شويه باكات برده المفروض تتفتح، ممكن يطلع لنا فيها حاجه. نبدا بقى بفتح الباك. اول باك كده. اتفضل يا مالك. انا هبص هناك. انت فتحت خلاص؟ ايه ده وشك راجل عجوز. راجل عجوز. هي اكساس. هي اكساس صح. بص اختار اي باك من دول انت عايزها وافتح. افتح؟ اه انا مش بص يعني ادوس اكس. اه طلع شاشات. طلع لا انا عامل حاجه ثانيه. ماجد اوف. اه مجربهاش ولا مره. ده انا نسيت. يا ترى لقاها؟ يا ترى ما لقاهاش؟ يا ترى هتفرق؟ الكابتن ماجد تتتت انا مجنون مرعب. ماجد هيفتح بماجد. سيرة الكابتن ماجد ماريو جابها لي مخصوص. والله يا ماريو مش عارف اقول لك ايه. لم تنور. لا لا الحوار شكله هاشم. ده مين ده؟ ديجو كوست. لا مراتا. ترارارات. انا شايف ان انت تفتح بكابتن ماجد من غير كابتن ماجد، يعني انت لابس التيشيرت انت بقيت كابتن ماجد كده. اتنين كابتن ماجد بتيجي بالنجاح. تفتكر؟ تفتكر جدا. هو جاب بورز بس مانولاس. لا سكروتس. حتى مانولاس والله كنت هفرح. فاضل واحده افتح انا ماجد بقى كمان. مش هبص. انا باصص طبعا. مش نورت. نورت يا ماريو كده. نورت. ايوه نورت. يونان يا نهار اسود كفاني. ياو 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 ياو. اسطوره ولا مش اسطوره؟ اسطوره الاساطير. عاش يا مان. كيم زياش للمره الثانيه اهلا بك في منتخب العرب. تعال
تعال زاش. سيداتي يا نساتي سادتي اهلا ومرحبا بكم مرة اخرى. مباراة جديدة، شكل جديد، تيشيرت جديد، حركات جديدة. يا ترى هتفرق؟ ده اللي هنشوفه في مباراة. لازم تقرب بقى عشان صوتك يطلع. انا خلاص خلصت. لا انت لازم بقى تزعلنا الماتش. ممكن تشيل الماسنجر عشان انا مش شايف منه. لا 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 من عطية، لا لا من عطية. انا اكتشفت حاجة عامة، ان انا محتاج اشتري جويستيك جديد. انا ملاحظ ان دي مبررات زمان كده. لا والله العظيم يا باشا غير لي الدراع واكس مش شغال والحركات دي. يعني انا محتاج اجيب دراع تاني. الله الله على المزيكا دي. البدايه بس لعبك. انا بقالي كتير ما لعبتش، وانا لما بقعد كتير ما بلعبش بترجع احلى من الاول. اه النفس بترجع. يلا بقى صباح حتي خلاص حط يا ماما. هاتريك النهارده. اوه ياه ده النني. افتكرت صلاح والله. ده الضحية الأولى. ده الراجل ده ضحية أول ماتش لعبه فيفا من زمان. عشان إني عشان أبو صلاح بنالتي يا أبو التحكيم بنالتي. كنت عايز هاتريك. سامعك كنت بتقول هاتريك. طبعا هو هينط شمال وأنا هشوط يمين. آه نط يمين. مش مصدق إن أنا ضيعت البنالتي. أنا هعمل إكزيت يا عم وكنا ناخد انتصار سريع. في الدقيقة 31 مباراة طبعا كلها في الجنب اليمين. ما شفناش حارس المرمى ولا مرة. لا يا حكم لا والله العظيم انا ما جيتش جنبه خالص. انا خدت الكورة شمال. نط شمال. اسمع كلامي انا شايفها قبل كده. نطيت شمال والمصحف قلت لك نط شمال. والله العظيم نطيت شمال. لا ده هيفتكر نفسه بقى هيعمل كامباك وريمونتادا وكده. ايه ده التلاتة الثانية؟ في ايه؟ يا نهار اسود. دي بقى انا ما اعرفش اقول لك نقطه. بس انا اتغير اللي جاب نفس اللعيب. يا ترى هيشوطها يمين ولا شمال؟ شوطها شمال برضو خلاص معروفه. قال لك دي تميمه. نو متعادلين فيعني نركز. اوه عاش. خلص الشوط الاول 2-2. مش هعلق طبعا خالص غير ان الشوط الثاني هيبدا والماتش هيخلص 5-2. ده خدوها مني رسمي حصري. من بره يا ولد صلاح. يا ولد يا ولد ايه ده؟ تايم فينش. فكرني هي دي المفاجاه اللي انا كنت عاملها مع المنتخب في الحته. اول ما الكوره فضلت كده شايفها في الزاويه الضيقه مع البرتغال. اهو انا فاكر. جامد والله انك فاكر. 3-3 دقيقه 71 رجعنا للماتش. الروح هتبدا ترجع. دقيقة 77 هاند بول يا كابتن. لا لا ده استعباط رسمي اقسم بالله. استعباط رسمي. راشفورد خبرته قليلة. والله العظيم هكسر الجهاز يا ابني. ما خسرتش ماتش زي ده خالص يعني حرام. بس يا ابني مفيش باص صح. لا لا ده ماتش كئيب قوي 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 قوي. ده ماتش سهل قوي. ازاي اخسره ازاي؟ دي كان دي حلوه قوي 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 بجد. يلا اللي بعده. حط نويز فلتر للميكروفون. والله احنا جبنا نويز فلتر هنا بس ما طلعش مناسب. هتلاقيه جوه الدور كده. انا همسكه هيظبط الصوت كده بقى. يعني الفكره ان هو الفتحه بتاعته صغيره عليها. ما انا قلت لك تعالى نقص ونقص. مش هيتقص ده. هيتقص عندك مقص؟ نجرب نلعب شويه الاقي حاجه مفيده اعملها. خلاص خلاص هعدي والله هعدي. بس ده كان ماتش سهل قوي قوي يعني. ده كان الماتش التاني كده. ما شفتش حتى الفرقه اللي ضدي. بس انا شايفه مهانج واجويرو ولا تلا يا غلام. يلا يلا لا تريز. يلا يلا صلاح اعتبر. حاسب ايدك. هي يعني دي اللي هتخسرك؟ طب هجرب دلوقتي ولا بلاش؟ يا لهوي يا صلاح. يا سلام يا بالهند. مش معقول انت ما بتعرفش باصي. مش معقول مش معقول. بنطالب. مش هتوصل برضه. مش هتوصل. هتوصل ان شاء الله. بره سليم سليم. عندي ولا حاجه. سلام عائل. عائل غير ملعب في وقت يعني غير مناسب على الاطلاق.
والله مناسب مناسب بس هم يسترجلوا شوية بس. يا نهار ابيض. الله الله. ابن عطية شكرا. مستحيل يا ابني. انا شايف صح ان انت مش مركز خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى الصوت هيفرق ولا مش هيفرق؟ ده صلاح الفوتوشوب ولا ايه؟ الله. لا وشكله محترف، شكله احترافي. انا شايف نصوح ان انت يعني تبدا تتكلم شويه، ان انت ساكت عشان متضايق والموضوع ده مأثر عليك. لما تبدا تتكلم الموضوع هيتحسن كتير. بساط بقى سريعه، بساط سريعه وموزع كويس في الملعب. سايد مش اوفسايد، مش اوفسايد. قلنا بنلعب على صفاره الحكم، بنلعب على الصفاره. والله افتكرتها اوفسايد. هبايه مش مرتاح في القعده والدراع بايظ. مبررات دي كلها مبررات يا ولد. ما حدش توقعها دي خالص. مكتئب بقى. قرف قرف قرف. يلا يا سوم يلا، والله لسه فيها. انا التريزيجيه. يلا يلا بقى يلا. ازاي بتطلع بره؟ ده تايم فينش واخضر وكل حاجه، ازاي طلعت بره يا ابني؟ ازاي بس يا صلاح؟ ازاي؟ الله العظيم ضحك. ده هو ده الكوميديا الصفراء. عارف الكوميديا الصفراء؟ خسرنا ماتشين نلعب التالت مفيش اي مشكله. بص ده لابس لبس عامل ازاي؟ يا ترى بقى فرقته هتبقى عامله ازاي؟ والله العظيم الله. بس انا والله الاداء والله لا في احسن من كده. كل ده من اول ماتش هو اللي خلاني. عارف لو كنت كسبت اول ماتش هتلاقي روح تانية وطريقه تانية. لا انا شايف ان روحك انهزاميه ويعني طيب خلاص احبطت بسهوله. ماشي فين الروح الحماسيه؟ فين؟ يلا اهلا بكم في مباراه جديده مع منتخب العرب. فات خمس دقايق حاسس منتخب العرب النهارده خلاص ما بقاش عليه ضغط، اتلقى هزيمتين والناس كلها كانت فاكره ان عوده منتخب العرب هتبقى قويه وهتبقى حماسيه. كله اكتشف ان العوده كانت سيئه. وادي النني ما شاء الله من جوه الستة يارده يحطها بره اكيد، يعني يحطها في الجول مثلا. ما زي ما الاول بقى على خلص عند مين؟ تريزي طلع بره. هو تقريبا اقل حاجه ثلاث حروف صح؟ مش كده حط الارض. اديله هذا هو اديله. معلش اهم حاجه نكمل على نفس الروح. ماشي. رياض محرز طبعا لسه بدري، مباراه لسه في اولها، حصلش حاجه، لعيبه عارفه ومتعوده. ومحمد صلاح يحط بليسنج برضو تايم بليسنج اخضر بس ما دخلتش. ملعوب عند محرز يحط لصلاح، صلاح ويحطها تاني تخبط ترجع له تاني. اعتقد دي سهله بقى ابو صلاح، اعتقد دي سهله ابو صلاح. اداني اديته فرصته حطها لصلاح. صلاح بقى صلاح بقى يلا صلاح يلا يا ابني يلا يا رب. ضغط مش معقول. ضغط يحطها بن طالب. ابو صلاح لبن طالب تاني يا راجل. ما يشوط بن طالب. اوف سايد اوف سايد. صلاح منفرد. يلا يا ابو صلاح بقى يلا يا ابو ما فيهاش حاجه. طلعها بره. مستوى الناس بس بتقول لي ان العيب فيا، بس والله يا جماعه انا يعني 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 العيب فيا. هاف تايم هاف تايم. كابتن نصوحي رايح صوته شويه علشان صوته تعبان. ماشي نحاول نعمل مرتده مختلفه المره دي. احنا هنلعب فرو. الله يا بالهم ده مدينه جميله. اوعى عملت فاول طبعا هنا، وهنشوف الحكم هيطلع كارت لونه ايه احمر للنني. النني طلع بره زي ما كنا عايزين. ركنيه كنت فاكرها ضربه مرمى. اوعى بقى فان دايك يوط ويجيب جول تاني يموتنا بيه زي الماتش اللي فات. اوعى تريزيجيه هيطلع وهينزل حكيم زياش ال 89. اوبا مايانج وبن عطيه. بن عطيه يقول له لا اوبا والله اوبا يعني كان فيه وخلص. والراجل اتزحلق لوحده والله لوحده يا مريم صدقني ولا لا. وجاب جول. اه يا ابن اللعيبه هو فضال. انا بعد ما فضال شال الكوره اللي فاتت دي احب اقول لكم حاجه وسجلوها عندكم دلوقتي. انا هكسب ماتش بس الهجمه دي تعدي على خير. بس والله العظيم مش ممكن. الاستروبيا ده استروبيا استروبيا سذاجه قوي يعني. وادي فان دايك خلاص خلاص. اللهم شكرا شكرا شكرا. هزيمة ثالثة.
كيف اعمل ايه؟ اعتقد انه لازم اني الفيديو. اتمنى ان المستوى في الويكند ليج يكون احسن من كده، من ده مستوى سيء. احنا النهارده 3 ماتشات خسرنا الثلاثه. يا ريت لو حد عنده اي حاجه يحب يضيفها يسيبها في الكومنتس تحت الفيديو ده، اذا كان تكتيك او لعيب او خطه او اي اضافه. ما تنساش كده عدد الحلقه عجبتك تعمل لايك على يوتيوب، لان الفيديو ده هيكون على يوتيوب، وشير على فيسبوك وانستغرام وتويتر. قناتك معاكم عامل نصوحي، لو عايز تتفرج على حاجات فاتت هتلاقوها هنا، وفي دايره هتظهر كده كمان شويه ممكن تعمل منها سبسكرايب واشترك في القناه وشغل جرس التنبيهات عشان تشترك بنزل حلقه جديده. سلام. في بعض الاحيان يغيب الحظ عنا وتغيب الأهداف عنا، نمر بمآسي كثيرة، وحتى وإن كان التيشيرت الجديد مآسي والمايك الجديد ركبنا له باينة، أعتقد وبرغم المآسي نظل دائما نشعر بالقوة التي داخلنا، لأن كل واحد مننا هو قوة شريرة. أعتقد إن احنا الفيديو الجاي لو أنا مش موجود وأنت لعبت في الويكند وركزت يا نصوحي هتوصل لحاجة مختلفة، مش هتخسر 3 ماتشات بس، لا هتكسب. سلام سلام.